انتهت الهدنة وكل الأنظار تتجه نحو الجبهة الشمالية الأكثر سخونة. أسئلة كثيرة تدور في ذهن اللبنانيين بشكل عام والجنوبيون بشكل خاص. فمتى تدق ساعة الصفر ويستأنف القصف؟ ومتى سيحزم الجنوبيون حقائبهم استعدادا للهرب؟ وما هو هاجس بر الأساسي؟ تتجه عدسات الكاميرات نحو الجنوب لترصد رفع حالة التأهب من قبل الكيان الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان، ولكن ثمة ما ينذر بخطر محدق نقلته الصحف. لتنطلق التحذيرات من ساعة الصفر التصعيدية. أكثر ما يقلق رئيس مجلس النواب نبيه بري هو ما وصفه بالغدر الإسرائيلي، كما أكد أنه على الرغم من المساعي الجارية لتمديد الهدنة في القطاع، فإن المطلوب هو التنبه مما تبيته إسرائيل من نوايا عدوانية ضد لبنان على وجه الخصوص. على نفس الموجة قال مسؤول في الحزب لرويترز أن التطورات في القطاع قد تؤثر على الوضع في لبنان. أكد أيضا أن الحزب مستعد لمواجهة أي خطر على الجبهة الشمالية. من هنا يرى مراقبون أن الحزب مستمر برمي كرة النار التصعيدية في ملعب الاحتلال، ويستعد لاستئناف عملياته العسكرية فوق خرق الكيان الأخير للوضع الأمني. بين النيات المبيتة واستعدادات الحزب للرد، مواطنون جنوبيون يراقبون التطورات، متسمرون أمام الشاشة والحقائب جاهزة. يتخوف هؤلاء من تداعيات انتهاء الهدنة ويتوقعون جولة ثانية أعنف. برأيهم لا يبدد الخوف الحذر من المخاوف من تجدد الحرب، ويستدلون على عشرات الضربات التي طالت مواقع سكن للمدنيين في القرى الحدودية. عديسة هي من أكثر القرى ملاصقة للشريط الحدودي، أخطر موقع إسرائيلي بعيد من هون 100 متر، وعلى الرغم من ذلك بتشوف الناس كيف واقفة بساحة عديسة، وهذا المشهد تراه أيضا في كل القرى المحادية. أنا برأيي معنويات أهلنا عالية جدا، وأهم في موقف الناس هو هذا الاحتضان غير المشروط للمقاومة. المقاومة يدها على الزناد وهي جاهزة لكل الاحتمالات، وإذا بدنا نقيم الموقف منقول أنه نحن والإخوة في غزة كسبنا الجولة الأولى، انهزم العدو الإسرائيلي وانتصرت المقاومة، وبإذنه تعالى يعني الجولة الثانية. خلينا تتوالى التحذيرات، وتنقل صحيفة إسرائيل هيوم تحذيرات إسرائيلية من أنه إذا لم يتراجع حزب الله عن التصعيد عند الحدود بين لبنان وإسرائيل فلن يكون هناك مفر من الحرب مع لبنان. فور إطلاق العنان لهذه التهديدات ضغط الزناد وسمع دوي انفجارات عند الحدود، كما ذكرت بلدية مستوطنة حتسور في الجليل الأعلى المحاذية للبنان إلى أن استئناف الحرب في القطاع له تأثير في منطقة الشمال، خاصة أنه يجب التحلي باليقظة.